صح، هلا وسهلا. عبد الله الجعدان نبه، انت تنفع مقدم على الشخصية هذه، وباخذ لك فيديو. يا مرحبا، تعال معي. على طول كذا. باك تقرا الخبر هذا، استحضر روحك فيها، تمام؟ تطلع لي امكانيات المذيع داخلك، ويا رب تكون معي، يا رب تكون معي. ونطلع برا، تفضل. اقولها هنا؟ ايوه، مع الاكشن. ابو سمره حتولى بحول الله. هنا هنا نشوف. عادي عادي. بدا. يلا اجلس اجلس. جاهز؟ جاهز. يلا 3 2 1 نصور. Yeah. أكشن. Yeah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أتقدم لكم الآن بنشرة الأخبار في استديوهات قشران كاستينج من وسط القرية الرصيدية. تصلنا الآن الأخبار العاجلة، مرحبا بكم. تعال تعال، استديوهاتي، فلوسي، قد الحال. بس أبو سمرة موجود. عبد الله لبيك، كيف الحال؟ ابشرك. عبد الله، تصويت في القريه؟ والله حاولت. ايش الايجابيات والسلبيات؟ ايجابياتها اول شيء انه يعني اني قابلتك، هذه من الايجابيات. خلينا نشوف الفيديو عبد الله، بعدين اسمع كلامك. شوف كيف ضبطتك عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اتقدم لكم الان بنشره الاخبار في استديوهات قشران كاستينج من وسط القرية الرصيدية. تصلنا الآن الأخبار العاجلة، مرحبا بكم. يعيش أبو سمرة، ايش رايك؟ حلو حلو، شغل جبار يعني، المستوى رفيع جدا، في أقل من ثانيتين يكون كذا على طول، ما شاء الله. احنا ناس لعيبة. طيب عبد الله، قبل ما أعطيك بس الختم، هل تكون معنا ولا لا؟ توقع تروح معي ولا لا؟ أروح معك. وين وين أول شيء؟ عشان نسافر برا ونطلع برا القرية ونخش مرحلة الخطر. لا، ما أبي أروح معك. ما تتوقع ولا ما تتمنى؟ ما أتمنى. ها؟ ما اتمنى اروح ما معك. تتمنى. طيب ايش الاخطاء اللي سويتها عبد الله؟ في النشره؟ في الاسبوع الماضي. انا رجل يخطئ يصيب، لكن ان شاء الله ايجابياتي اكثر من سلبياتي. اعطنا الخاتم خلينا نشوف. يا الله سترك. المخبيني. المبروك رجوعك للقريه. يس! شكرا يا مبدع. حبيبي حبيبي والله. شكرا يا مبدع. ساقتحم الاعلام قريبا مع ولد قشران. ساقتحم مع ولد قشران قريبا ان شاء الله. زد رصيدك حصريا ومجانا على شاهد، حكايات لا تنتهي.